نجي توا الدرس الاخر يواش الخصم. طبعا الخصم هو التخفيض في اسعار السلع في صوره نسبه مئويه من السعر المعلن. يعني هنا جيب لي مثلا بضاعه او حاجه مثلا قميص او فستان ويدير عليه مثلا السعر بتاعه لكن يدير عليه نسبه تخفيض او نسبه خصم بتاعه. طبعا الخصم هو شنو؟ هو التخفيض في اسعار السلع في صوره نسبه مئويه من السعر المعلن. مثلا عندي انا لعبه اطفال ثمن 10 دينار عرضت بتخفيض 5% من السعر المعلن، فما مقدار الخصم؟ يعني لعبه اطفال هذا ثمن 10% عرضت بتخفيض، دروا عليها تخفيض 5% من السعر المعلن، فما مقدار الخصم؟ انا يبي الخصم كم؟ هي اللعبه ب 10 دينار ودروا لها تخفيض 5%، يبي مقدار الخصم فقط بس. حيكون الخصم اللي هو التخفيض هو 5% من السعر المعلن. اذا الخصم او التخفيض 5% في 10 دينار حيساوي 5 على 10 يساوي فيها نص دينار. اذا هنا مقدار الخصم هو كم؟ نص دينار. نجي المثال الثاني. قال لي هنا بعد خصم 40% اصبح سعر المذياع 360 دينار، فان السعر الاصلي كم؟ يعني عندي مذياع داروا لي فيه خصم 40%، اصبح السعر كم تاع 360؟ هو يبي سعره الاصلي. نجي للحل هذا بتاعي. الخصم اليوم كم قلنا؟ 40% من السعر المعلن. الخصم هو 40% من السعر المعلن. نفرض ان السعر المعلن هو كم؟ 100%. السعر بعد الخصم حيكون 100% ناقص 40 حيساوي كم؟ 60%. إذا 60% من السعر المعلن حيساوي كم؟ 360. تو يبي هنا إذا 60 على 100، طبعا هذه في صورة نسبة، هنا نسبة، فأنا حولناها إلى صورة كسر. 60 على 100 من السعر المعلن يساوي 360. إذا السعر المعلن يساوي كم هنا؟ 100 على 60 في 360، إذا حيكون السعر المعلن يساوي 600 دينار. إذا هو أصلا السعر الأصلي 600 دينار، ضروري لخصم 40%، إذا حيكون أصبح سعر المذياع 360.